Ladies and gentlemen. Miss Arab USA 2015 is... مشاهدينا مثل ما شفتوا ضيفتنا باستوديو هي مس عرب يو اس اي 2015 فابيولا الابراهيم. مساء الخير فابيولا. مساء النور، كيفك؟ اول شيء مبروك منا من اسره البرنامج. الف مبروك على هاللقب يلي انا بعتبره لقب كثير مهم، وكثار كثار من الصبايا عم بيعتبروا مس عرب يو اس اي هو لقب كثير مهم، والدليل على الشيء قد ايه في صبايا عم يتقدموا لهالمنافسه. كيف سمعتي بمس عرب يو اس اي؟ أنا من شي سنتين ثلاثة سمعنا فيها، يعني خلال الفيسبوك والفيديوز على يوتيوب، وكل سنة بقول يلا هالسنة، بس يعني بتجي دراستي في الموضوع. على فكرة فابيولا سورية، من سورية، من حلب، ما بين حلب والشام، وأصلي رقاوية. الأصل رقاوية. الأصل بس رقاوية. عايشة وساكنة كنت في حلب، ربيت في حلب. اتولدتي يعني في بروكلين نيويورك؟ يس. وبعدين كنت موجودة هنا، والدك كان استاذ في الجامعه، بروفيسور بكولومبيا يونيفرسيتي، توفى سنه 2003، رجعت على سوريا، رجعت هنا 2010 بعد الهاي سكول، دخلت كليه الطب، تدرسي بايو، دكتوره يعني مس عرب يو اس اي ودكتوره. طيب خبرينا شوي صغيره فاذا عن المنافسه لكل هالصبايا اللي هلا عم يحضروا عم بيقولوا يو نو وات، انا كمان لازم اقدم. اول شيء مين شجعك؟ في حدا شجعك او هيدا قرار شخصي؟ اكيد يعني ماما شجعتني وانا كنت كثير حابه يعني اطلع، وحبيت الفكره مس عرب يو اس اي، يعني بتنطبق علي انه عربيه وعايشه في امريكا. يعني ما شاء الله مثل القمر. طيب المنافسة لقيتيها يعني في كتار من الصبايا يعني بيسألوا، كان معنا مؤسس ومنظم المنافسة أستاذ أشرف الجمل بمقابلة بحلقة سابقة من البرنامج، حكي عن الأسبكت أو وجه المنافسة إنه منه بس جمال وبنه بس يعني بس بنات حلوة، ولكن في جانب للعقل وللمخ. كيف حسيتي؟ طبعا طبعا اكيد، يعني بدققوا كثير على الشخصيه والثقافه، كيف يعني كيف بتتعامل مع الناس، اذا كانت very humble down to earth يعني طبيعيه. فبهمهم اكيد يعني هالاشياء، والدراسه المهمة اهم شيء طبعا. يعني اختلف الوضع بتاع المسابقه، اي ثينك مس عرب يو اس اي اللي هي بتنظمها المنظمه العربيه الامريكيه اللي هي بقياده اشرف الجمل، ان انتوا مش مسابقه تقليديه اللي هي لازم تطلع بلبس معين ويمكن بالمايو، مفيش الكلام ده في الكالتشر العربي، مغلبة على الموضوع. صح، وهي كانت احلى فقره يعني في المسابقه، قدرت اشوف كل بنت من اي بلد وكيف كان لبسها، كيف اصلها يعني ببلدها، مثلا مروكو، ايجيبت، لبنان، يعني شيء احلى. اكزاكتلي، كثير حلوه. قد ايه بقيتوا وقت بالمجمع قبل المسابقه؟ خمس ايام مع بعضهم، وكانوا الجوري ولجنه الحكم عم تتعاطى معكم بهالخمس ايام؟ نعم. يتعرف عليكم ويحكوا معكم، بيعملوا لنا انترفيوز كل كم يوم، بيراقبونا دائما الانترفيوز، يعني بس ليتعرفوا علينا شو ناويين نعمل في المستقبل، شو بنعمل في حياتنا. شو ناوية تعملي في المستقبل؟ شغلات كثيره. شو ناوية تعملي قبل ما نحكي عن مستقبل كثير بعيد بهالسنه، السنه اللي انت فيها مس عرب يو اس اي 2015؟ على فكره هي محظوظه، فابيولا محظوظه، لان هي السنه دي هيبقى مش سنه بس مس عرب يو اس اي، هيبقى تقريبا داخل على سنتين، لان 2016 ده واز سربرايز فعلا، واز فيري جود،
2016 ما فيش. ليه؟ لان هي كانوا بيقولوا ان هو المسابقه بيعملوها 2008 2009 فاللي بيحصل ان ملكه الجمال بتبقى اخر السنه شهرين ثلاثه بس فهيغيروا التاريخ بتاعها فهتاخد فرصه اكثر. 2016 كلها الاجنده تبعي يعني. شو هي الاجنده تبعي؟ هلا انا حابه كثير انه اساعد اللاجئين اللي موجودين في امريكا وفي في البلاد العربيه وفي كل العالم يعني قد ما في. سو حاليا عم خطط لحتى انزل على البلاد المحيطه سوريا يعني بلبنان تركيا قد ما فيني انزل اساعدهم بدي اقدم لهم قد ما فيني اعمال خيريه بالنسبه لل يعني اللاجئين السوريين يعني خارج سوريا. يس اكيد. لا بلبنان بلبنان في عندك الاعداد كبيره يعني مليون ونص اذا مش اكثر غير اكثر من اللبنانيين صاروا اكثر من اللبنانيين اللاجئين السوريين يعني بالفعل بحاجه لمساعدتك ومش بس المساعده الماديه اللي هي طبعا هي المساعده الاكثر الحاحا ولكن كمان السبورت انه يحسوا في حدا حدهم. حابه هيك اعمل لهم شغله بسيطه انه اقدم لهم ادوات رسم لحتى يرسموا يعبروا شوي عن حالهم يعني it's therapy. أدوات رسم على أساس أن أنت تطلعيهم من المود زي ما إحنا كده بنطلع الناس من المود السياسي والسيريس للجمال كله فعايزة تطلعي الناس من المود اللي هم فيه فعلا والأطفال يبتدوا يرسموا اتجاه شوية رقيق فني. وحابة أرجع لهم لوحاتهم كمان لهون على نيويورك وقال لهم للناس يعني أعرض لهم ياهم شوفوا هاي وإحنا من القلب في قلب كمان يعني تعذيره للبيع كرمال توريز ماني أنا أرجع لهم يرجعوا وإحنا بندعمك من خلال برنامجنا هنا من بالنادي لكل عربي فعلا أنه يدعم هذا المشروع أن يساعد اللاجئين السوريين خارج سوريا سواء موجودين في لبنان بالتركية بمصر بأمريكا حتى في أمريكا كتير. معناتها أول ما بعمل إيفنت لحتى to raise awareness بتجوا أنتوا أكيد نحن نحن هيدا وجبتنا وهيدا نحن رح نسبقك عليه كمان للإيفنت. طيب خلينا نرجع شوي صغير للمسابقة خبرينا هيك الهايلايت تبع المسابقة غير آخر لحظة هي انتخابك حسيتي قبل أنك رح تكوني أنت حاملة اللقب؟ أكيد يعني كل بنت تتمنى بس يعني كان في بنات 20 واحدة كل واحدة يعني صفاتها بتخليها يعني بتربح اللقب بس الهايلايت انه تعرفت على البنات من كل البلاد كلاتهم نحكي عربي انه لي 4-5 سنين بامريكا ما حكيت عربي ما راح اقول كلمة عربي مع حدا فذا واز يعني كثير انبسطت انه قدرت ارجع بس ده كويس نتلي بس ده الارمنج يعني. الارمنج للعيلة العربية هنا ان العرب ما بيتكلموش عربي صح هو ده كويس لك في بالنسبه لك انت ولكن ده الارمنج وتحذير ان العرب ياخدوا بالهم ان اللغه العربيه لازم تستمر ومهمه جدا ان هم الاولاد يتعلموها صح فانت بقيتوا اصدقاء بعد كده بعد الفتره البسيطه اللي قعدتوها مع بعض لهلا في منهم بيتصلوا فيني مش بقى كسبت انت بقى بيغيروا منك وكده ومفيش الحكايه حبينا بعض كتير حبيتوا بعض برافو عليك بالنسبه لتفكيرك بعد كده في المستقبل واللي ده مهم جدا انت اللي انا بعرفه ان انت بتدرسي طب في وسط فيرجينيا او في بريميد وبعد كده تبقى ميديكال تبقى دكتوره يعني وهيحتاجوك هناك اكتر من هنا يمكن هو انا مخططي لبعيد انه افتح مشفى خيري للاطفال هناك مستشفى خير للاطفال يعني لا انت جميله بقى مش جميله بس وجها جميله داخليا وخارجيا هيدا اجمل شيء وانا كمان يعني بطلب من هون من المشاهدين اذا بحبوا يتصلوا ويسالوا فابيولا حيلا سؤال اكيد هي موجوده معنا فابيولا مسابقه مس عرب يو اس اي بالنسبه لك شو هي يعني اليوم هلا هالصبايا اللي عم بيحضروكي شو المسج اللي بتحبي تقولي لهم شو اللي لازم يعملوه اذا قدمت صبيه مثلا بال2017 لهالمسابقه شو النصيحه اللي بتعطيها يعني شو لازم تعمل وشو لازم ما Be yourself خليكي على طبيعتك لأنه أنا كنت على طبيعتي ما كنت متوقع ما كنت داخل إنه محضرة حالي لأكون شيء يعني غير طبيعي فإنه زيادة تكون تصير على طبيعتك يعني أنت دخلت المسابقة مش الجمال بس هو الـ يعني أغراك إن أنت تدخل المسابقة يعني في مواصفات أخرى أكيد. يعني مش مجرد بس جمال الوجه لا في مواصفات أخرى لازم تكون متوفرة فيكي ان انت تبقي ملكه جمال العرب 2015 2016. خلينا فابيولا ناخذ اتصال معنا كريمه مساء الخير مساء الخير هاي هاو ار يو جود هاو ار يو ام جود ثانك يو هاي بيوتيفول هاي هالكاميرا تبعي اوكي هالكاميرا صوتك انت حلوه
والله يخليك وما شاء الله عليك، انت حلوه صوره وصوت وعندك عقل. صوتك بتغني ولا اغني؟ لا صوتك صوت. ما شاء الله عليك، حتروحي دكتوره، تكوني دكتوره ديال انا من المغرب يعني عربي بتاعي فخ. كنت بدي يا الله انت اوكي. كان عن وصيف كان في توب 5 ان شاء الله تكوني دكتوره كبيره. Thank you, thank you. Like a brain surgeon or something, something. Hello. My passion. Pediatric. Right now, yes, pediatric. I would love to be, but it's always my passion to be a cardiologist. But they say no one ever trusts a woman with their heart. So. Not at all. لا بالعكس. أنا كان عندنا متصل بيقول. They do what? I'm sorry. I lost you there for a second. Oh, it's okay. Yeah, pediatric. Yeah. احنا كان لسه في متصل بيقول thank you for calling. دايما السيدة بتبقى حنونة لما بنسأل على رئيسة أمريكا، فبقول دايما الست حنونة، فهي أكتر واحدة ممكن تبقى حنونة على القلب بتاع البني آدم. صحيح. وقلب الراجل أكتر يعني. طب ليه استهويك الطب؟ ليش حبيت تكوني دكتور؟ I love that field. It's يعني إنه فيها thrill. You know, it's exciting. لحتى إنه أكون ما يعني. في جزء الإنساني. في جزء الإنساني، ويعني إنه تقدر تساعد، تقدر إنه يلا إنه تحس إنه ممكن تغير شيء بالفعل، لأنه عم تعطي الحياة وعم عم عم توهبي يعني العلاج إلى ما هنالك. Exactly. فبحب كتير، وبحب أنا يعني ماما طبيبة وبابا كان طبيب، فيعني أنا هذا هو الفيلد اللي بعرفتي. ما بعرف مثلاً شيء عن الحقوق أو شيء عن البزنس كتير، فربيت في هالجو. شو اللي ترك يعني، شو الذكريات اللي بعدك حملتيها معك من حلب، من الشام، من سوريا؟ ذكريات حلوة كتير حلو. يعني الناس والبناء القديم، يعني إحنا عنا آثار يعني سوريا، بس مش عايزين الدموع دلوقتي خالص يعني. شايف بدات تحنيك سوريا بقلبك. واضح. يمس سوريا، يمس الشام كتير، حلب كتير. لا احنا عايزين نفرح، واحنا جايبينك علشان نفرح بيكي وفرحانين. لا بس بالفعل يعني فابيولا اللي ما بيعرفك واللي هيك بيقعد حدك بيشوف بعيونك يلي هلا هيك دمعانين، بيشوف قديش انت جميله الجوهر مثل ما انت جميله الشكل الخارجي. عن جد يعني بتشرفي البنات السوريات، ولكن بتشرفي كمان الصبايا العربيات الامريكيات بوجودك. وبالفعل على احسن اختيار لجنه الحكم هالعام بال 2015. وانا مبسوطه كثير انه شافوا هالشيء فيني وعرفوني على حقيقتي، يعني فعرفانين انه انا شو. طيب انا بدي اسالك سؤال يعني قبل ما نخلص هالفقره. اليوم بالعالم العربي بنشوف للاسف، يعني انا عم بقشع وبلمسها، انه في شويه تراجع بالمضمون الداخلي للستات وللصبايا اللبنانيات العربيات عامه. عم نشوف انه الماده اكثر عم تتاخذ حيز اكبر من الاهتمام، يعني الصبيه بدون ما تهتم اكثر بدراستها او بمشاريع المستقبلية عم تهتم أكثر بجزدينها وبفستانها وبتيبة وبالميك اب وبقد بده يكون يعني المادة سريعا توصل لإلها. شو بتقولي عم تحسي أول شيء أنت بجوك حواليك؟ أو هلا بصراحة مثال، أبسط مثال لهالمسابقة، أنا ما حضرت أبدا. كنت بالمخبر من الساعة 7 الصبح للساعة 8 بالليل كل يوم. ما فضيت أبدا لحتى أنه أجهز حالي لحتى أكون ملكة جمال العرب، عرفتي. كنت كتير ملتهية في دراستي، بس يعني أما أنا ما بقدر أقارن نفسي لهالموضوع، لأنه يعني ما بهمني الاكسبنسيف والماتيريالستيك ثينجز، لانه اهم شيء شخصيتك وكيف بتقدمي نفسك للبلد، كيف فيك تطوري اللي الناس اللي حوالي. عندك قرايب عندك اصدقاء وقرايب طبعا في سوريا في الشام؟ وعلى اتصال بيهم؟ اخر مره كنت هناك امتى؟ من سنه 2010. 2010 ايه طلعت لحتى ادرس، وبعد بسنه يمكن او كم شهر بلشت الاحداث. لان كان طلع بعض الاشاعات يمكن ان انت مشيتي في الوقت اللي كان فيه البلاء الرقه، كان في هناك داعش بس انت هنا من 2010 يعني. احنا عشان نوضح بس الصوره، انت هنا من 2010. نعم. قبل الاحداث خالص يعني. اكيد. طيب كلمه بتحبي توجهيها ل
لاصحابك واصدقائك في سوريا الاول وبعدين للبنات اللي في سنك هنا في امريكا سواء بقى سوريين لبنانيين مصريين تقول لهم ايه؟ بالنسبه للسوريين رح نرجع ورح نبني البلد برافو ورح نوقف ايد وحده. وبالنسبه للبنات اللي هون work hard لانه بالمستقبل بيفيد اكيد يعني سواء دراستك ولا شغلك ولا شو احلامك go for your dreams. ده احلى كلام واحلى ختام كلام مع مس عربي يو اس اي فابيولا ان احنا هنرجع وهنبني وهنعيد سوريا لامجادها واحنا اكتر ناس واول ناس ممكن ندعم وهندعم ان سوريا ترجع اقوى مما كانت وافضل مما كانت واحسن ودايما هي بيت للعرب جميعا. بدي اقول لك شيء، سوريا كانت من اول توب 5 امن بلاد في العالم هلا وهترجع تاني. هترجع تاني خلينا دايما احنا متفائلين هترجع تاني. خلي دموعك يا فابيولا ودموع كل صبية او ست وطفل عربية ما راح يروحوا هدر. الايمان اللي حكينا فيه باول الحلقة هو الايمان اللي برجع بنشد فيه بهالفقرة. فابيولا ابراهيم كانت ضيفتنا بهالفقرة لحظات مع الاعلان وبنرجع من كافي. Are we off?